هذه الطاولة نشوفها عند بعض أصحاب غرف الألعاب وتكون جزء من الجيمينج سيتاب. هل فيها شيء مميز؟ هل تستحق الشراء؟ في هذا الفيديو راح نتعرف على مواصفاته ونتكلم عن مميزاته، وإذا فيها عيوب أيضا بذكرها لكم، وباقي تفاصيلها مثل السعر والضمان والألوان المتوفرة. معاكم جيمر سترايك، وحياكم الله في فيديو جديد لمحبين التقنية والألعاب. الطاولة تحتوي على مبرد وثلاجة يتكون من بابين أو درجين، والميزة الأساسية في هذه الثلاجة أنها تحتوي على كومبريسر صديق للبيئة، يعني ما تطلع منه أي انبعاثات حرارية ولا يصدر منه أي إزعاج أو ضجيج. والثلاجة تيبة أبعاد كبيرة وبطول 1.30 متر وعرض 66 سنتيمتر وارتفاع 46 سنتيمتر. والحين براويكم الأشياء التي مع الطاولة: كتيب التعليمات، كيبل AUX، كيبل كهرباء جداري ثلاثي، كيبل مانجمنت بوكس لإخفاء كيبل الكهرباء. طاولة منخفضة الارتفاع وتعتبر كوفي تيبل، ومقاسها مناسب للوجبات الخفيفة والمشروبات. مساحة التخزين في الثلاجة تصل إلى 130 لتر ومقسمة ومنظمة من الداخل لتناسب احتياجك. الطاولة تحتوي على بلوتوث وسماعتين وتصل قوة كل سماعة 20 واط، بالإضافة إلى منفذ AUX ومنفذين USB من خلالهم تقدر تشحن هاتفك. الطاولة مغطاة من الزجاج من الأعلى وفيها أزرار لمس للتحكم بدرجة التبريد. بشكل عام تصميم الطاولة معاصر وأنيق، وتقدر تستخدمها بنص الغرفة لأن شكلها أيضا بالخلف مناسب، وإذا كنت متواجد في الخليج تقدر تشوفها أو تطلبها من محلات جيكي جيمز، ويصل سعرها إلى 2500 درهم إماراتي. وصلت إلى نهاية الحلقة، لا تنسون تحطون لايك وتشاركون ربعكم محبين الألعاب والتكنولوجيا قناتنا، وانتظروني في الحلقة القادمة مع منتج جديد ومعلومات مفيدة. أخوكم جيمرز سترايك.